وعن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن محاشي النساء. يعني وهنا كما قلنا هنا أخذ بهذا اللقب، أخذ من الحشوش، والحشوش هي أماكن إلقاء القذر، أماكن إلقاء القذر، والنهي هنا للتحريم، والنهي هنا للتحريم، وفيه دلالة أن إتيان النساء في الأدبار حرمة وكبيرة من كبائر الذنوب. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق. نعم، لا يحل مأتاك النساء في حشوشهن. نعم، يعني في أدبارهن، محاشي وحشوش بمعنى، وهو أماكن الأدبار، وكني بذلك إنما كان خروج القذر، ويقال الحشوش هي أماكن القذر. نعم،